أحمد ناهيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في مراكش. افتتحت السنة القضائية هذه السنة من طرف محكمة الاستئناف بالدائرة القضائية لمراكش بعد أن قام السيد الرئيس الأول لمحكمة نقد بافتتاح السنة القضائية تحت شعار القضاء ضمانة للحريات والحقوق. وبهذه المناسبة تم استعراض جميع المنجزات التي تحققت خلال سنة 2018 ومقارنتها بما تم تحقيقه خلال السنوات الماضية، لا في مجال الإنتاج وإصدار القرارات والأحكام، ولا في مجال التحديث، ولا في مجال التنفيذ المدني والزجري، وكذا في جميع المجالات التي تستعتر باهتمام المحكمة وتدخل في أنشطتها. وقد تميزت هذه السنة بالنسبة لمحكمة الاستئناف بمراكش بإنجازات مهمة على صعيد الإنتاج وإصدار القرارات يمكن تلخيصها فيما يلي. أولا بالنسبة للمسجل، سجل بهذه المحكمة 19140 قضية وصدر الحكم في 22 أو القرار في 22000 قضية، وكان معدل المسجل المحكوم من المسجل 114.57%، وهي نسبة جد هامة بوأت هذه المحكمة مكانة مرموقة ضمن محاكم المملكة. وتفصيلا يمكن القول بأن في الميدان المدني تم تحقيق 116.50% كمحكوم بالمسجل، وفي الميدان الزجري تم تحقيق 113% كمحكوم بالمسجل. وفي مجال التحقيق كانت نتيجة جد إيجابية واستثنائية بكل المقاييس، إذ سجلت 1300 قضية وتم إصدار القرارات في 2500 قضية، وبلغت نسبة المنجز من المسجل ما يفوق 118 قضية. وفي جرائم الأموال كذلك اتسمت هذه السنة بنجاعة قضائية متميزة، إذ صدر القرار إذ تحققت نسبة 121% بالنسبة للجنايات الابتدائية أموال، و 118% بالنسبة للجنايات الاستئنافية أموال. ويمكن القول بأن هذه النجاعة التي تحققت خلال هذه السنة قد أثرت إيجابا بالنسبة للمخلف من القضايا وكذلك بالنسبة للمعدل الزمني، فقد انخفض عدد القضايا المخلفة في المادة المدنية إلى 25%، وانخفض في المادة الزجرية إلى 40%، فهو إنجاز مهم جدا. وبالنسبة لمعدل لأجل البت بالأيام فقد انخفض بدوره بنسبة 20% في المادة المدنية وبنسبة 17% في المادة الزجرية. وفي ميدان التحديث شرعنا كأول محكمة من محاكم الاستئناف في المغرب، شرعنا في الجلسات الرقمية كتجربة رائدة أولية في انتظار المصادقة عليها من طرف وزارة العدل، كما تم فتح مكاتب أمامية بهو المحكمة تستقبل المحامين والمتقاضين وتقدم لهم جميع الخدمات بشكل إلكتروني ورقمي، بحيث يمكنهم استخراج المذكرات وجميع الوثائق بجميع أنواعها في المادة المدنية بطريقة رقمية ودون اللجوء إلى المكاتب الخلفية التي توجد بها الملفات الورقية. وهكذا نعتزم كآفاق مستقبلية أن نصفي مزيد من القضايا في السنة المقبلة إن شاء الله، وأن نعمل على تصفية القضايا القديمة، وأن نركز على جودة القرارات والأحكام،
أن نتقدم في مجال الرقمنة خاصة في الميدان الجزري لتصبح الرقمنة شاملة، وأن نتقدم كذلك في مجال الجلسات الرقمية. ونتمنى أن تمكننا الوزارة من الوسائل اللوجستيكية اللازمة لذلك. وبهذه المناسبة نشكر جميع القضاة والموظفين ومساعدي القضاء على ما قدموه من خدمات، سواء في إصدار الأقرارات والأحكام أو في العمل بكتابة الضبط وتجهيز الملفات. كما نشكر جميع مساعدي القضاء ومن محامين، وعلى رأسهم السيد نقيب هيئة المحامين ومفوضين قضائيين، وعلى رأسهم السيد رئيس مجلس الجهوي للمفوضين القضائيين، ومن خبراء وعدول وغيرهم ممن قدموا لنا المساعدة. ونقول لهم يدا في يد لمزيد من العطاء وفي السنة المقبلة إن شاء الله. وشكرا لكم. نسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.